قال في رحمة الله يجزيكم خير. نفتح باب الله. نفتح باب الله. باب الأهل هنا في هذا المكان ممكن يضع عبد الكريم شوف عبد الكريم قم يضع أصواتك هنا في الوسط والأخ لا. بارك الله فيكم. يا فرصة هي فرصة بارك الله فيكم. كتب الله أجركم. نسأل الله الكريم أن يعوضكم بخير مما أعطيتم، نسأل الله الكريم أن يعوضكم بخير مما أعطيتم، وأن يبارك في أموالكم وأن يحفظكم ويحفظ أولادكم. أعين إخوانكم بالمناطق الأخرى في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى دعمكم. كتب الله أجركم وبارك فيكم، نسأل الله أن لا يزيد عنكم هذه النعم، نسأل الله أن يديم عليكم نعمة، وأن يحفظكم ويحفظ ديالكم ويزيد عنكم ما همكم. هناك من الأسر من باع ممتلكاته الخاصة، هناك من الأسر من باع دابته الخاصة سبيل أن يوفر لأولاده بوت طعامه وليله. نسأل الله أن يكتب أجركم وأن يجعل ذلك مثل حسناتكم. مما يعني كثير من الناس اليوم يخزن 5000 10000 اليوم، يعني في ناس يموتون جوع، كثير من الناس اليوم ينفقون أموال والناس يموتون جوع، لا يجوز لنا، والله سنسأل أمام الله تبارك وتعالى عن هذه الأسر. سنسأل أمام الله عز وجل. الراحمون يرحمهم الرحمن. رحمة الرحمن لا تأتي إلا لمن كان رحيما. كتب الله أجركم وبارك فيكم. ما نقص مال من صدقة. الراحمون يرحمهم الله، جزاكم الله خير. ما عندهم يمكن ما عند الله الا لا